السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة في اي دي كونسلت الحلقة الـ21 هنتكلم على البايتس. طبعا لو قلت لكم ان احنا بيجي لنا تقريبا في الاسبوع اكتر من 3 كونسلتيشنز عن البايتس يمكن مش هتصدقوني، ولكن لو قلت لكم ان في امريكا 1% من الامرجنسي روم فيزيتس بتبقى على البايتس ساعتها هتصدقوا. يعني الامرجنسي روم 1% من شغلهم على ناس معضوضه، فيبقى بالتالي خلي بالك ان دي حاجه فيري كومن وهتشوفها في البراكتس بتاع كتير جدا جدا جدا، فلازم تبقى فاهمها جدا 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 جدا. طيب البدايه هقول لكم بروتوتايب، حاله عنيفه شويه للاسف، لما واحد بيشوفها بيزعل جدا. عيانه 16 سنه سيكل سيل انيميا، جالها سيبتك شوك بعد كات بايت. نعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ ليه البنت اللي عندها 16 سنه دي جالها سيبتك شوك؟ خلي بالك ان دي اكبر مشكله كتير 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 كتير، ان انت بيجي لك عيان معضوض من قطه ولا من كلب ولا من جمل ولا قرد ولا اي حاجه من الحاجات دي، وتقعد كل تركيزك يبقى على الريبز وتنسى ان في حاجات تانية. اوعى 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 تنسى ان البايت دي بايت من بق حيوان مليان بكتيريا. اوعى 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 ان انت تنسى التيتانس. اوعى اوعى ان انت تحط كل الاعتبارات دي، خصوصا لو عندك عيان اميون كومبرومايز زي عيان السيكل سيل اللي عنده اوتو سبلينكتوم. فبالتالي لو حصل ان في بكتيريا اتنقلت كانت انكابسوليتد ممكن تعمل اوفر ويلمنج سيبسس. فيبقى بالتالي لما يجي لك العيان افتكر دايما 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 ان انت تدي 3 حاجات على الاقل. هتدي انتي بايوتيك، هتدي تيتانوس بروفيلاكسس، هتدي ريبيس بروفيلاكسس. يبقى في 3 حاجات دايما مع اي عضه، اللي هم انتي بايوتيك وتيتانوس بروفيلاكسس وريبيس بروفيلاكسس. 3 حاجات اوعى تنساهم، عضه يعني 3 حاجات، غير طبعا الووند كير اللي هنتكلم فيه. الانيمال بايت طبعا ممكن يبقى بايت، ممكن يبقى سكراتش خربشه. ليه خربشه؟ لان الحيوان اللي عنده ريبيز عاده بيحب يلحس المخالب بتاعه، فيبقى اللعاب بتاع الحيوان على المخالب، فلو خربش بيها يبقى الخربشه زيها زي العض. او كونتاكت مع انيمال سلايفا فيا ميوكاس ميمبرين او بريك في السكين، يبقى انت لو جلدك كمان عليه بريك يبقى ده يعامل كانه معامله العضه لو الحيوان ده لحس. خلي بالك من الحكايه دي. البايت ووند ممكن تبقى سوبرفيشال تعمل سيلولايتس، او دي بتعمل لك ابسس او سيبتيك ارثرايتس او اوستيومايلايتس او تينوسيروفايتس او نيكروتايزنج سوفت تيشو انفكشن. لو خدت كلتشر بالوند عاده بتبقى بولي مايكروبيال، يبقى بق القطه مليان بكتيريا، فبالتالي الجرح برضه بيبقى بولي مايكروبيال، وساعات بيحصل بكتيريميا خصوصا في العيانين الايه؟ العيانين الاميون كومبرومايز. يبقى لو انت في الانفستيجيشنز خدت كلتشر من الوند هيبقى بولي مايكروبيال، لو خدت بلاد كلتشر ممكن تزرع في بعض العيانين خصوصا اللي انت ايه؟ عندهم اوفر ويلمنج سيبسس. عندنا طبعا الباستوريلا والكابنوسايتوفيجا، وممكن يجي لك سكراتش ديزيز، حاجات كتير من البكتيريات اللي ممكن تيجي ايه؟ من عضه ايه الحيوان. المانجمنت هتتصرف ازاي؟ اول حاجه وما تنساهاش، العيان اللي اول ما تشوفه هتعمل ووند كير، هتنظف الجرح كويس، تغسل بالميه والصابون، تغسل بروفيدين ايودين، تتكلم الجراح عشان يجي يشوفه، عشان خلي بالك مش اي عيان هيتخيط. في عيانين انت لازم تسيب الجرح مفتوح، كراش انجري، بانكشر ووند، الكات بايت، تمام، الووند في الهاند والفيت، ووندز اكتر من 12 ساعه، عيان اميون كومبرومايز، ووند في فينس ستيزز. ايه اللي يربط بين كل الحاجات دي؟ كل الحاجات دي احتماليه الانفكشن عاليه جدا، فبالتالي لازم تسيب الجرح مفتوح عشان تدرين اي ايه؟ اي بص بيحصل من الانفكشن، يبقى ما تقفلش على الانفكشن. ففي الحاجات دي طبعا دي خبره زملائنا في الجراحه، ان الناس دول هنسيب لهم الجرح ايه؟ مفتوح. طب التتنس، احنا العيانين اللي فاتوا هندي انتي بايوتيك، هندي كل العيانين تقريبا اوجمنتد. في جدول ظريف في اب تو ديت مين اللي ياخد اوجمنتد ومين فين اللي ما ياخدش، بس لو عايز رأيي ادي لكل الناس اوجمنتن وريح دماغك، علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما تقعدش تقول هو الجرح ده انفكتد ولا لا، والاوجمنتن بسيط وسهل احسن ما تقعد تحفظ جداول وانا عارف ان انت مش هتحفظها. طب التيتانوس جداول برضه هتحفظها ولا مش هتحفظها؟ اختصرها لك في جمله، هما بيقول لك لو العيان واخد اقل من 3 جرعات تطعيم هتدي له التيتانوس توكسويد، لو واخد اكتر من 3 جرعات ولازم يكون فات اكتر من 10 سنين. في اوروبا والدول المتقدمه العيانين كلهم كل البشر بتروح للدكتور بتاعك لازم كل فتره يديك التيتانوس توكسويد علشان خاطر يفكر المناعه. مصر ما فيش حد بياخد تيتانوس بعد سن الطفوله غير بس الستات الحوامل والرجاله الشباب لما بيروحوا الجيش، غير كده احنا ما حدش بياخد.
فبالتالي نصيحتي ان هيعامل كل الناس ما لم يكن عيل صغير، ان انت ايه كله هياخد تيتانوس توكسويد لو الجرح كلين. طب لو الجرح مش كلين، جرح مش كلين، يبقى بالتالي هياخد تيتانوس توكسويد وهياخد تيتانوس اميون جلوبلين. يبقى انت لو عندك العيان العيان ده سنه صغير، سنه صغير، سنه صغير، يعني عيل صغير ده لسه واخد التطعيمات بتاعته، فبالتالي مش هيحتاج. لكن لو عندك عيان كبير في السن يبقى هياخد تيتانوس توكسويد. طب كبير في السن والجرح مش نظيف يبقى هتاخد تيتانوس توكسويد وتيتانوس اميون جلوبلين عشان يحميه من الايه؟ عشان يحميه من التيتانوس. ايه تاني؟ حاطين الجوريزم كبير طويل عريض للريبس. من فضلك خلي بالك ان الريبس ده هو مشكلته ان هو مرض بيموت بنسبه 100% والوقايه منه بنسبه 100%، فمش مقبول ان انت واحد هيجيلك وما تديلوش التطعيم بتاع الريبس. تقريبا تقريبا كل الناس هتاخد تطعيم الريبس ما لم تكن واثق 100% ان هو ايه مش انديكيتد. امتى ابقى واثق 100%؟ لو واحد جايب لي حيوان بيقول لي اتعض من الكلب بتاعه في البيت والكلب ده متطعم ومعاه الشهاده، انا واثق 100% يبقى انا ايه مش هديله تطعيم. واحد اتعض من القطه بتاعته اللي هي ما خرجتش من البيت بقالها سنه، طب هو مين اللي هيعضها وينقلها الريبس اذا كانت هي قاعده في البيت؟ يبقى اذا حيوان قاعد في البيت ما بيخرجش يبقى مش وارد ان هو يكون عنده ريبس. كلب متطعم مش وارد ان هو يكون عنده ريبس. هم هنا بيقول لك لو عرفت تجيب الحيوان علشان خاطر تدرسه 10 ايام تشوف هيموت ولا لا، دي اظن انها في مصر صعبه جدا. تمام. في مشكله تانية عليها خلاف كبير فانا بقولها النهارده في المحاضره عشان اشرككم معايا. هم بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الحيوان عنده لو ريسك وايلد انيمال ان هو ينقل ريبيز. اوروبا والدول المتقدمه بيتكلموا عن حاجه اسمها ايفيدنس بيزد ميديسين. يعني ايه ايفيدنس بيزد؟ يعني انا بيقول انا ما لقيتش حيوان واحد جاله من فار على الرغم من ان الفار ممكن ينقل ريبيز، فبالتالي ما فيش ايفيدنس فانا مش هطعم. لكن انا ما اظنش ان انت تحب ان العيان بتاعك يكون هو اول حاله هيتكتب عنها في ابطوليه السنه الجايه وهتبقى انت السبب. فلو انت في حيان، دي وجهه نظري الشخصيه التي قد تكون خطا، لو في عندك حيوان ممكن ينقل ريبس يبقى بالتالي الامن ان انت تطعم العيان بتاعك. عايز تعترض اعترض على راحتك، بس انا بقول لك وجهه نظري وبقول لك وجهه نظر اب تو ديت وانت اللي تختار. الحيوان اللي ينقل ريبس يعني واحد من الماملز، من فضلك انا شايف ان هو يتطعم طالما هو عضه. تمام. ما لم يكن ده حيوان عندك في البيت يعني ما بيخرجش ما فيش حد هيعديه، او حيوان انت مطعمه، لكن لو حيوان ممكن ينقل ريبس يبقى انا شايف ان الامن ان هو ايه ان انت تطعم. تمام. ليه تطعم؟ لان ده مرض بيموت 100% والوقايه ايه والوقايه 100%. يبقى دي القاعده اللي انا قلت الاختلاف. هم بيقولوا مفيش ايفيدنس عشان كده ما بيطعموش، فافهم وجهه النظر. وبناء عليه انت تخربشت، انت تعضيت من كلب في الشارع، مش مقبول ان انت ما تديش تطعيم الريبس. هتقول لي ليه سايد افكت؟ هقول لك مفيش حاجه في الطب ملهاش سايد افكت، لكن الريبس هيموتك بنسبه 100%، فمش هنفكر. كلب في الشارع عضك، كلب في الشارع خربشك، قطه في الشارع عضتك، قطه خربشتك، اي حيوان من اي نيله في الشارع، ديب سلعوه، اي حاجه، كل ده ايه خفاش عضك، كل ده ايه هتاخد الريبس. دخلت البيت لقيت خفاش في الاوضه وعندك عيل نايم في السرير هياخد الريبس، حتى لو ما اتعضش، حتى لو ما اتعضش، حتى لو ما اتعضش، حتى لو ما اتعضش. انا ليا بناتي الاثنين واخدين التطعيم بتاع الريبس عينا من انا ما شفتش ولا قطه بتعضاه. واحده قالت لي انا ده تقريبا خربشني هاخد الريبس. ليه؟ لانه مره 100% بيموت، فده ما فيهوش هزار ومش مقبول. وما تزعلش مني لو انت قلت لا مش هطعم والعيل ده مد ريبس، فمعلش حضرتك هتدخل السجن 100%، 100% هتدخل السجن، 100% هتدخل السجن، عشان كده ما فيهاش هزار. جالك عيان ريسك فاكتورز، من فضلك بالتالي لازم يطعم الريبس فاكسين، وما فيش حد هيلومك لو طعمت عيان وهو مش انديكيتد، لكن اكيد 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 حد هيلومك لو ما طعمتش الايه العيان ومات بريبس. الريبز سكاديول عامل ازاي؟ في اوروبا والدول المتقدمه بيدوا مع اي عيان مع اول عضه ريبز اميون جلوبلينز وريبز فاكسين. الريبز اميون جلوبلينز بيتاخد حوالين الجرح والباقي بيتاخد في العضل في حته بعيد عن التطعيم.
التطعيم بيبقى 0.3714. طب في جرعه خمسه في مصر بيدوها؟ ايوه في مصر ان شاء الله لما يتطوروا ويبصوا في جايد هيلغوا الجرعه الخامسه. طب واوروبا الدول المتقدمه بيلغوا الجرعه الخامسه لكن بيدوها بس لو العيان اميون كومبرومايز. طب لو العيان اتعض تاني هتدي له جرعتين بس 0.3. هو في عيانين بيتعضوا تاني؟ ايوه في حاجه اسمها اكسيدنت برون بيرسونز، هتلاقي اللي بيتعض من الكلب حاجه غريبه جدا، تلاقيه يتعض تاني وتالت ورابع، يا اما هو بيغيظ الكلب فالكلب بيعضه، يا اما في عنده هو مشكله سايكولوجيكال، ودي حاجه تقدر تقرا عليها في جوجل، اكتب اكسيدنت برون بيرسون او بيبل وذ ريكرنت ريبيز ايه اكسبوجر، هتلاقي مكتوب ان في ناس بيتعضوا كتير قوي سبحان الله. لكن لو عايز رايي ايه اللي اخطر من عضه الكلب وعضه القطه؟ تعال اقول لكم على عضه اخطر حيوان في هذا الكوكب. اخطر عضه الحيوان اللي بقه فيه بكتيريا اكتر من فتحه الشرج، الحيوان ده لازم تخلي بالك منه، الحيوان ده لو عض حد العضه دي ممكن تموت لانها مليانه بكتيريا، خلي بالك من عضه الانسان. يبقى لو جالك واحد عضه واحد تاني خلي بالك ان بتيجي بكتيريا كتير قوي علشان خاطر البكتيريا دي ممكن تموته، فلازم تدي انتي باطل تعمل براينة، واوعى ان انت تخيط الجرح علشان العيان بتاعك ما يموتش من الانفكشن. وكده خلصنا، اوعى اوعى تنسى ان انت تدي الريبيز فاكسين whenever you think of it. كل سنة وانتم طيبين.